بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا أولاد الدرس الثاني في المفهوم الثاني من الوحدة الرابعة، أنماط الحركة في السماء، بعد ما خدنا تعاقب الليل والنهار. يلا مع بعض نشوف صورة جميلة هنطلع منها بفكرة. شايفين الطفل ده؟ آه ده هو نفس الطفل أهو، ولكن أخد 3 أماكن. الولد ده عايز يقول لنا إيه؟ الولد ده عايز يقول لنا إن وأنا واقف في الصباح الباكر كانت الشمس هنا، يبقى دي لحظة الشروق، تشرق الشمس من الشرق. طيب وأنا قبل المغرب لقيت الشمس هنا، يبقى ده وقت الغروب والشمس بتغرب من الغرب. الشمس هنا فوق راسه تماما، يبقى ده وقت الظهيرة، منتصف النهار. يبقى إيه اللي حصل للشمس يا أولاد؟ يتغير موقع الشمس في السماء على مدار النهار، على مدار النهار يتغير الموقع. طب ايه اللي غير موقع الشمس؟ الإجابة بسبب دوران الأرض حول محورها. طب في الصباح الباكر تشرق الشمس من الشرق، طب في وقت الغروب تغرب الشمس من الغرب، طب في منتصف النهار ووقت الظهيرة تكون الشمس فوق الطفل مباشرة. يبقى خدت أماكن إيه مختلفة على مدار اليوم؟ يبقى موقع الشمس يا ولاد وقت الظهيرة في نص اليوم بيبقى في منتصف السماء تقريبا. شوفوا الموقع فين؟ أهو منتصف السماء تقريبا. طب لو قال لك علل ليه بيتغير موقع الشمس على مدار النهار في اليوم؟ أقول له والله الشمس بريئة من الموضوع. أمال مين السبب؟ الإجابة هي يا ولاد بسبب دوران الأرض حول محورها. يعني الأرض بتلف حوالين محورها؟ أيوة، زي ما قلنا الدرس السابق، دورة كاملة ولفة كاملة في اليوم الواحد على مدار 24 ساعة. يقوم يجي سؤال علي الجميل، فين هو؟ أهو يقول لك طب لما هي بتلف كل يوم، أمال إحنا سكان الأرض ما بنشعرش باللفة دي ليه؟ قال لك الإجابة ببساطة، لأن هي بتتحرك وإحنا بنتحرك معاها بنفس سرعتها. إكمن إحنا عايمين على عمها وعلى نفس سرعتها لا نشعر بهذا الدوران. هقول التعليل تاني المهم يا أولاد، الشريحة دي فيها تعليلين مهمين. واحد أهو علل يتغير موقع الشمس على مدار النهار في اليوم بسبب دوران الأرض حول محورها. علل لا نشعر بدوران الأرض وإحنا سكانها لأننا نتحرك معها بنفس سرعتها. طب سؤال أكمل، تدور الأرض حول مين؟ أقول له حول محورها دي اللفة الصغيرة، وبتدور حوالين مين؟ الشمس دي اللفة الكبيرة. يعني الأرض بتلف لفتين؟ أيوة، وجايبهم لك في الشريحة دي بالتفصيل. بص بص بص، دوران الأرض حول محورها يعني حول نفسها، وحول الشمس دي اللفة الصغيرة ودي اللفة الكبيرة. فين محور الأرض؟ الخط الأحمر ده. طب بتدور إزاي؟ بتدور في الاتجاه ده، بتدور منين لفين؟ من الغرب للشرق. الدوران يا ولاد بيبقى من جهة إيه؟ من الغرب للشرق. طب دي اللفة حوالين مين؟ حوالين محور الأرض. أمال دي لفة مين؟ دي لفة الأرض حول الشمس. طب إيه اللي بيحصل في الاتنين؟ تعالى وأنا أقول لك. تتحرك الأرض بطريقتين، أول دوران دورانها حول محورها، دوران الأرض حول محورها. طب مين اللي بينتج عنها؟ ليل ونهار وبس، تعاقب الليل والنهار. يبقى اللفة الصغيرة تخلف إيه؟ تخلف ليل ونهار. طب الدوران في المدار حوالين الشمس، يا خبر أبيض، أنت عارف الأرض بتلف حوالين الشمس في قد إيه؟ في سنة كاملة 365 يوم وربع. يبقى الدوران في المدار هو دوران الأرض حول الشمس. طب دي تخلف إيه؟ تخلف تعاقب فصول السنة الأربعة، الربيع والصيف والخريف والشتاء، وادي فصول السنة الأربعة في 4 مواضع مختلفة. يبقى اللفة الصغيرة حول محورها ينتج عنها تعاقب الليل والنهار، اللفة الكبيرة حول الشمس ينتج عنها تعاقب فصول السنة الأربعة. سؤاله، تدور الأرض حول محورها ولا حول الشمس ولا حول القمر ولا ألف وب؟ أقول له لا، لها لفتين، ألف وب، حول الأرض وحول الشمس. تدور الأرض حول مين؟ محورها.
وحول مين؟ وحول الشمس. طب دوران الأرض حول محورها يخلي في إيه؟ أقول له سهلة، دي اللفة الصغيرة، يبقى يجيب تعاقب الليل والنهار. ودي الإجابة يا شطار. اللي بعده، يكون موقع الشمس في نص السماء، بيبقى في أنهي وقت؟ أقول له في وقت الظهيرة. وقت الظهيرة تحس إن الشمس متعامدة عليك. السؤال اللي بعده هسيبه لك، ويلا نقوله كده شفوي، يتغير موقع الشمس في السماء على مدار اليوم بسبب دوران الأرض حول الشمس. هل الكلام ده صح؟ هل دوران الأرض حول الشمس هو اللي بيغير؟ ها، أثناء دوران الأرض حول محورها إحنا بنشعر بدورانها؟ هل إحنا بنشعر بالدوران؟ أسيبك تجاوب. يحدث تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول محورها. سهلة، ينتج عن دوران الأرض حول الشمس، يبقى دي اللفة الكبيرة، بتجيب فصول السنة الأربعة. يا ترى صح ولا غلط؟ هسيب لك الإجابة في التعليقات. كده خلص درسنا الصغير أنماط الحركة في السماء، يا رب يكون سهل ومفهوم.